يجي من بعيد. وقلت لكم قبل كده في فيديو تاني ان محمد رمضان كتب على صفحته زي ما انتم شايفين معايا رسميا مش موجود في السباق الرمضاني 25، مفيش مسلسل لمحمد رمضان، هو اللي كتب كده رسميا. وقلت لكم قبل كده موضوع محمد سامي والمخرجين وكامل ابو ذكري وما اعرفش مين ومين ومين، وناس بقى تقول لك لا ده مغضوب عليه من الدوله، ده عشان قلب لكده بوست ما اعرفش ايه، لا ده عشان طالب 40 مليون، لا ده عشان المخرجين مش عايزين يخرجوا له. يبات اختفاء رسمي تاني سنه على التوالي لمحمد رمضان، الممثل الوحيد اللي شئنا أبينا بيلم الناس كلها على مسلسلاته في رمضان، ان هو هيبقى رسميا كمان مش موجود في سباق رمضان القادم.